السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ أبوي أنا ناس من صباح الله خير، لكن متوهج ويا النت. لا طاع ينزل الستوري الأولي مال البارحة، ترى ستوري هو من طوله. الستوري ساعة و53 دقيقة، لازم بغني ثجيل. يلا يلا الحين أنزل وخلص. الحين عاد يوم خلصت وجايين الجماعة من الصبح، لين محسن الساعة 10. الساعة كم يا محسن؟ 10 وأنت؟ 11 يا فندم. ما كذبك 11 وشي جاي فندم الساعه 11. هي والله ومن يا بس هيدا هم لا يرعونها على ما تشوفون كلوا فاكهتهم البارحيه ودوها بيوتهم. ومن يا ابوي ها طاحوا الحين طاحوا ابوي في ساماني. لكن بشيركم ابوي يوم يقول لهم قالوا انه في الليل مش وقت المشترى فاكهه، ما صدقتهم. قلت في خاطري هاي كذبه وما حدا كذب عنهم، لان اهل مكه ادرى بشعابها، وانا ابوي ما طحت اسمع رمسته لان من كثر كذبهم ليه ما يوجه. خلاص ما بعدش اصدق حتى تميت 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 ما روما اصدقهم. اسكت عاد خلني ارمس. انزين انزين لا ترمس عنك. انزين المرات سرت الله يسلمكم وياهم، شفتوا البارحه تنقينا الفاكهه يبنا التين في الليل، ولن اصبح ريحه محومضه من يبناه. نحن حطيناه في صحين وريحه محومضه وريح الدود بيجري ويا لا لا ما في دود. لا 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 لا, لا, لا ما في دود. كلت حديد العين. انزين المراد ان ابوي ما شاهد، والعنب اللي اخذناه بعد صغار على اصغر عن حبه القهوه. يا ربي نحن يوم شفناه هناك ولن زين قالوا لي ان في الليل ما حد يشتري فاكهه، اخير وقت حق شراء الفاكهه لا متى علي الحين صح؟ الحين العصر معدره وعاد الحين هم كان في حموضه لو ما في حموضه. انا والله اني ما صكيت الباحة اكلت وحده انجلبت كبدي، لان ابوي في النهايه شوفوا تعرفون ليش هو الحين لو تاخذ اول ما يجي العصر كان تين ولا عنقور ولا اي شيء تاخذه وتحطه في الثلاجه وهي اسكت خليني ارمس تاخذه وتخليه في الثلاجه وتغسل من يمب تخليه. هو محسن وحليله ما قصر ويوم ياب حطيناه في الثلاجه يومين ثلاثه تم تاكل منه. انزين هاك جايب لنا العصر ورقم واحد كان جديد مره، الحين هذا ماخوذ الصبح في الليل وداقت لنا الشمس طول النهار ومحومض وينا اخر الليل وخذناه. نحن مهما تغسل مهما تكون فيك شطاره عن الحموضه عن الحموضه لابد ولا عذر. فلذاك ما صبنا الهدف امس، فلذاك ان شاء الله الحين بنسير وبناخذ تين وفاكهه من يد ويديد وان شاء الله. ها؟ طرت حق منو؟ ولد عليك ان شاء الله علي عيستني؟ ليه؟ امس فاكهه واليوم طرطه. هو خلي بيجيبكم كل يوم في السنه ولا ايه؟ هي. هو اسبوع زين عندي بقى هي. يوم تورته يوم فاكهه يوم جاتوه. لا هو جاتوه جاتوه تورته اللي عندي مش هيجي له نوم النهارده. ايوه محدش لا هو حال خلاص صدقنا بقى كل حاجه تقول لها هنقول لك عليها تصدقنا. هي خلاص من الحين خلاص اتفقنا اتفقنا من البارح استوى الاتفاق. ايوه خلاص. لا والله والخاين اهل مكه وكرم الله مكه عنك وعن ويهك هاي سمرة. بنا اليوم ناويين ان شاء الله نسير قصر عبدين، واتصلنا تو في الكونسيرج في الفندق تحت قال ابوي يفتحون. اول شيء سالت علي البارحه ها ها شو كان جوابك البارحه يوم سالتك ارمي الصدق الصبح؟ لا قول الصدق. أيوه. يوم سالتك أيوه. شو قلت لي؟ على ايه؟ على قصر عبدين؟ على قصر عبدين فاتحين؟ ده مش القصر بتاعنا. ها كنت عارف لا اسكت خليني اخبرهم. اسئله اقول له علي البارحه نحن باتين بنصير قصر عبدين الجمعه، قال لي ظنك فاتحين؟ قال لا 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 اكيد فاتحين. قلت لي ليش؟ قال لي اصل الناس اجازات وفي مصر يحبون يروحوا المتاحف ايام الاجازه. قلت له انزين يا صادق تصدق؟ يوم عدى اليوم اتصلت لهم في الكونسيرج قال ابوي يفتحون من يوم السبت لين الخميس لين الساعه 3 فقط لا غير، والجمعة قال بالذات الجمعة مقفول. شو تسوي الحين انت علي؟ علي شو تسوي وراس من عندك؟ مكتوب كده زين عشان يعني الواحد ما يجيش له بحس ان الزمه مليانه، انما ايه ده بقى؟ مش هينفع مش متضاري انا على هايل كده في ذمك في بيتكم تشرب ما صحه؟ تشرب مية ازايز؟ لا طبعا. امال ايه؟ نطبخ بيها.
ليش هالبطره يوم تي هني؟ ليش صبر 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 ليش يوم تي هني عندي من كل غرشه تشرب شوي وتودرها، تشرب شوي وتودرها؟ ليش؟ يمكن في طعم تغير عنده. ليش يعني تفتح 20 غرشه 20 غرشه من كل غرشه تشرب يغمى وتودر الباجي؟ ليش البطره هذه؟ حلو طبعا بس هي الغرشه دي الازازه. اه الازازه الغرشه. ليش البطر؟ قلت لي قنقرو ولا اسمه ايه؟ ما بقنقرو، عنقور. اسمه عنقور. عنقور عنقور عنقور. انا عندنا عقوره وعدوره، انما عنقور دي لا. حبيته ولا ما حبيتوش؟ مين؟ العنقور. كرهته من اسم. البرنامج دلوقتي عندي بنصلي بنعمنا الله خير حين العصر والظهر جمع تأخير وبنسير. انت بالنسبة لك؟ انا لا. انزيت برايك عادة انت ترك صليت وخلص ان شاء الله. انزين بنسير نتمشى الزمالك. ايوة منطقتي. لا والله صدق علي والله ما اني بفصلنا الكبري احنا بابا وهم كله. انزين ما علي بنتمشى هناك وين هاي كلفلة القديم البنيان القديم ونروح نشرب شوربة عدس عند زوبة. أيوة. انزين وحطيها فيها فتة بقى. انزين ما عليه ما اسكت اسكت. اليوم نحن معزومين على العشاء. ايوه هي ريايلنا جماعة نزل لنا بالمطار على العزومة. هي والله خليها بكرة. لا 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 متولعين عليك. مش متولعين متولهين ملهلبين عليك. الله العظيم تلوموني ليش استحمل؟ استحمل بالله لجلها حل بطنها لهالمتل. شربات سكر شوي. ومن المميزات اللي من يوم عرفتهم لين اليوم محافظ عليهم ان ما ياخذون اي رقم حد من اللي انا اعرفهم ولا يعطون حد رقمهم للي انا اعرفه. ليش؟ بلاك شي جالس انت شو تسوي؟ انا؟ ما في شيء ده كنا في الاستراحه احنا بقى كوفير ومكياج. فلذلك ابوي ما اعطي رقمهم حد. تصدق ولا حد طلب مني بقول له لا. ايوه ليه بقى؟ هي هيدوشني. يدوشك انا ايش رايك انزل الفيديو اللي انت منزلنا على اساس انك توزعه على العالم؟ ايش رايك؟ ها شو رايك؟ فيلم النظار. لا لا قول شو رايك؟ لا رايك ايش رايك؟ خلاص عيا هي خلني الحين ارمس. طيب طيب اخرس خالص. هي الحين بخبرك شو مسوي. عاد نزل فيديو كامل كان ريتو اني انا فلان لفلاني وما ادري شو وما يعني ها عن هالنمو شفتوا والعلم والخبر وهذا سمونه واللي يباني واللي هذا وانا ابوي هابريح في الشرح اللي ما ادري شو وانا بشرح لكم وانا هي شو رايك بس بالصراط بتندحق فكما بيتصلش بدد الصحه. والله العظيم انتوا لو تسمعوا لي كاتب انا حالف اللي عاد اني مر ايه 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 خلاص 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 الله يبقى ربنا الواحد يتلثم عنها نغير الموضوع بقى. خلاص يلا نغير الموضوع ان شاء الله. حاضر. امك عملت ايه لما شفت تعال تعال يلس 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 خبرنا صبر 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 خلي الحين شو من اول بادي ما بلا همه طبعا. بصراحه هي امك عملت ايه صحتها؟ طبعا انت وصلت البيت الساعه كام؟ بس البيت الساعه 4 ونص. امك صحيه ولا كانت نايمه؟ كانت نايمه. لا ما قلت انت مش مكلمها في التليفون. قلت لها انا جايب لك مانجا جايب اي منطقه بس اي مره صح يعني. عملت ايه بقى؟ عملنا زفه في الشقه ورميت القشر والبيزا قدام الناس وكل هذا حسب الهمبة. والبرقوق خوب والبرقوق. المهم شو استوى في الهمبة المانجا شو استوى به؟ كلنا من ده متى في الليل؟ وعيت امك مرقادها حسب تاكل همبة؟ انت عشيته مانجا؟ عملتوها ايه؟ فطار سندوتشات عملنا فيه سندوتشات قلت لها النهارده ان في جاتو تورته الجاتو انت ما تقول حق عيد ميلاد ولدك؟ ايوه زين وهو عيد ميلاد ما يعني؟ عيد ميلاد ام بعد؟ بعد امك تاكل كيك؟ اللي ماتت من اربع سنين هاك اليوم تروح تقول لي مامتي ماتت؟ الذكرى السنويه خلاص حيل علي خوز خوز منك يعني غور يعني غور في دمك علي تتذكر يوم يجيب لنا القصة مش مامتي ماتت ماما ماتت بلا أربع أيام وعايزين يدفنها كان شايلينها تحت السرير
ماليش امك وابوك واللي جابوك. علي ضروري نجيب قصة يوم كنا في اسكندرية انا وانت وهذاك الرجال شو اسمه؟ عصام. انا وانت وعصام ومحسن، وشو اللي استوى؟ بحط الصورتين قبل وبعد وبنعد القصة. الحلاقة هي مال الحلاقة. تذك... انزين؟ ايوه. سال قصة حلوة كانت. هي جميلة. ونادرة. ها؟ ونادرة ومش هتتكرر. هي والله خلاص. نوادر. ونجيها بقية في الحلقة الجاية إن شاء الله. هي هي خلاص إن شاء الله. هي بنعد لكم السالفة، بنحط الصور قبل وبعد. بالصور. هي نعم. بالإثباتات. هي 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 كامل كامل كامل. يا ريتني ما رحت عملت شعر. يا أم خالدة. هذا البحر شوفه، حتى انك تدري هف قاعد اللي هناك في مصر. مساك الله بالخير يا ابو محمد، شلونك؟ ساك طيب. هذا التين الراهي، شوف طال عمرك تبع بينا. ودي والله طرش لك، ولكن ما باليد حين، ما هو عند اليابه محسن واليابه مسفر ذاك. هذا التين، تحياتي حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أقول لكم الحين بننزل إذا الله راد، وبنسير الله يحفظكم، نمشي هذا الطريق بتاعك. ها شوف علي، أنت تقول الزمالك بعيد، هذه الزمالك. هذا هذه من فوق. ها؟ هذه من فوق. إنزين. مش من تحت. وشو الفرق؟ واحد هذا. ها شوف، هذا أول جسر، شوف علي، أول جسر، ثاني. إنزين. ثاني أكتوبر. إنزين. ثالث 15 مايو. بس اللي في يسار سيد المارد. ثالث جسر تلف يسار. هذاك الماري. هذا الماري. زين وين يا بعيد هذا؟ كم كيلو هذا يجي؟ يا سلام، 4 كيلو وايد قريب. 4 كيلو. هي أكثر. لا 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 لا. حوالي. لا؟ زين هذا أبوي يحط لي جري على الله يحفظكم. ها. بيازم ها سيدي 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 لين خف على الدنيا هاي كلها. الجسر الأولي والثاني. أين الجسر هاك الثالث؟ وبعدين أبوي اللي في يسار بنصير منطقة هاي الزمالك، بنتمشى شيء فلا القديم وشيء مطاعم وما أدري شو ومقاهي، يعني وشيء نيلة هناك، يعني تمشيه عادي يعني. وباكر إذا الله راد بنصير قصر عبدين، لأن اتضح إن قصر عبدين اليوم جمعة بندية وبكرة زي ما قال علي بالضبط. بالضبط عكس اللي قال علي. علي مستحيل يقفل الجمعة. هيوة. قالوا اليوم الوحيد اللي يقفلوا اليوم الجمعة. الله العظيم والله غاوي الجو، كاتبون الصدق اليوم حلو الجو، يا غير ما كان لي بارض انزله من وقت يعني، لان ما عندي شيء اسويه يعني، فقلت في خاطري. ها القصر وقافل. القصر وقافل. اي والله والحسين زحمه وما في وين مقاهي وما ادري شو ما في. الاول الحسين، حاليا الحسين واللي بقى هاي كلها اشياء ما عزمت. أما علي استوت المنطقة هاي سياحية سياحية وكلها تمثيل، مش يعني السياحية الأثرية القديمة. أنا أحب أمشي أظني. تعال أقول لكم، تعال يوم في الليل نحن معزومين، وين عاد الرجال هبي عزمنا؟ منو؟ شو السالفة؟ كله باش خلاف أخبركم. الرجال مسافر الحين جاي من الإمارات، ومن الطي المطار سيد بيينا جاي، وبيشلنا بسيارته بنسير بيسير بنا عاد وين الله اعلم. مطعم هو قال لنا بيوت ما استعزم، لك العلم والله عند الله ما يندرى وين. يلا بنارس هذا خلاف، نحن سايرين في هذا الطويل الطريق بطوله. شو رايك علي؟ اكيد يلا علي. ما كانك خسيت شويه؟ انا ضعفت. من ساعه ما جيت. ايه علي عنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساك الخير ونور وسرور. الساعة كانت صبح، وينو؟ طبعاً في اللفت. بس عاد الحين بنحرك ولازم أرمسكم، لازم. أنا اليوم ما شفت
وجهه ما ظهر في السناب حسبتي حمر انه ها محسن جاهز؟ جاهز يلا انطلاق دايما جاهز يلا يا ركان يلا اقول الحين عاد خطفنا من الجسر الاولي اول كوبري صح علي؟ اول عقبه زين هذه خطفه زين والحين ان شاء الله قدامنا جسر عقبه جسر اكتوبر انزين اكتوبر هذا زي اللي خطفنا عنه شو اسمه؟ قصر النيل انزين والحين هذا اكتوبر واللي عقبه 15 مايو اللي حبه يطلع فوق 15 مايو اقول لكم هذا شو الرصيف الحين من النيل لين هذا الرصيف هذا تشوف طوله على طول الكورنيش لين اخر الدنيا هذا ابدا ما كان موجود هذا ما كان موجود وهذا الرخام الجرانيت ابدا ما كان موجود هذا تشوفون الشارع اللي لك ما كان موجود كان الكشره اللي في الدنيا العود كلها فيها كله منها قبض الرئيس الجديد اللي هو السيسي جلب الدنيا ابوي هذا تشوفونها كلها قدها تتلك لم نقبض السيسي ما عمل شي حاجه ما عمل شي لا والله عمل وعمل كيف ما عمل ها هذا شيء من عمايله ها شو ما شاء الله تبارك الرحمن يلا انت لما تضر عليا كده لحد امتى ليه حكيت الارض يعني مشريه عشان الكلب سيبني نخس اللي من دول ها وصلنا الجسر الثاني يلا نمبر 2 نمبر 2 قولت علي شوف علي هذا وصلنا الجسر الكبري الثالث ليش تقول بعيد وبعيد بعيد وين بعيد هذا الفندق الماريد لو ماشيه معانا الناس لو نازله معانا من الاول وماشيه معانا ده كله هقول لك بعيد ليه عشان المسافه بعيده لا المسافه ابدا مش بعيده يعني مشينا كل انت راجل رياضي لا لا لا, لا ما يبغي رياضي كل اللي مشينا حتى 10 دقائق ما اخذنا اكثر لا 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 وراسك راسي ايه يجيني يعني خبرك مقطع بكرتوش انا كذب راس التين انا يعني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اشوفك يا علي ايه علي نحن وصلنا وهذا وين بنسير الزمالة زين زين نحن انت تبى تصير زوبه نحن معزومين على العشاء ما انا مش اكتر في الاكل انا ما افطرتش تحلف والله اكلت بتاع 2 كيلو فاكهه عندك بس الحمد لله فاكهه بتجوع لا يا رجال علي معزومين على العشاء مش هاكل شوف حاجات بسيطه كده بسم الله عن ابوه يعني شويه طب مكرونه باللحمه المفرومه لا 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 صدق والله علي والله ما بهزر طبق صغير كده وخلاص مش اكل اكل غدا والله ده فطاري والله زين يا حرام انا خاف انسى اسوي يبعث لي اكلي من السناب من كتر ما جعان 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 لو عندهم سم طر شو لك اياه وعد هي والله انا مستني سم آه ما سم ها عيش لا حاجات سمينه مش سم لا 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 والله عليك ما زين المكان والله المكان اكثر عن روعه اكثر من رائع ما شاء الله حلو المكان حلو لا يختلف اثنان في ذلك شوف شو اسم الكبري هذا؟ ده 15 مايو ها 15 مايو او بالعلا اولنا او ام العلا ام العلب؟ ربك الله مجنب حليلهم حليلهم هذا اللي يبني مصر ها شوف الناس كلهم هيصة ها حد معلي وحد سنان هيئة النهر العين ها هيئة النهر العين اتوبيس نهر يعني ايوه العين جاي من هذاك الاتجاه ما يندرى عاد كم كيلو ما بسمي رميس
من عند فندقنا الفور سيزن جينا في هذا الطريق كامل. ها 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 ركبنا على هذا الجسر. ها الحين من الاتجاه هذا ها شو هاي المنطقه الثانيه منطقة فنادق فندق الكراد وهاي المشاريع كلها جديدة. شوف أشياء تأخذ العقل تبارك الرحمن. شوف على ما شوف على طول الكرنيش قبل الجسر هذا فندق الماريو هذا فندق الماريو تحت في الماريو شيء لا صار ولا استوى. عجيب غريب اللوبي مالهم من أجمل اللوبيات اللي موجودة الحديقة الخارجية اللي أطري ما باللوبي اللوبي عادي يعني جميل يعني نفس مستوى أي فندق فايف ستار. لكن اللي أجمل عن الحديقة الخارجية فيها اللي خبزين وفيها اللي فجعين وفيها اللي المشاوي هالدواخة يعني حديقة وايد كبيرة يعني. احنا نحب ننزل بس المنطقة هاي اللي أخبركم عنها الحين ناطرين لكم زوبة وزوبة وزوبة وزوبة. هذا أبوي زوبة على ما تشوفون هذا أبوي زوبة جايين الحين من آخر الدنيا أكله يعني أكل مصريين يعني أكل وايد زين يعني. هاي الأشياء اللي تشوفونها من كل شيء يعني المهم ما المصريين كشري وفول وطعمية وعدس وما أدري شو أشياء يعني هنمونة. يلا برايك ما هذا المنيو مالهم ما أدري شو يعني المهم هذا المطبخ هاي اشياءهم يعني. يلا ها وهذا ها اكل مصري معني اكل مصري. كنت طلبت ايه من عندك؟ جبنا المنيو واخترنا. انت شو طلبت؟ كنت طالب نيه لله يعني انزين. كنت طالب مكرونه بلحم مفروم انزين. انت طلبت كل حاجه ما فيهاش هي. نحن جايين نحن معزومين على عشاء يعني مش طلبنا فول وطعميه وكشري وثلاثه شوربه عدس وثلاثه شليمو. ها شليمو ما ادري شو كان زين والحمد لله مش احسن احسن الا ان معزومين على عشاء من قلبك من قلبك اكيد بعد الله يعني هو قلبك يا بعيد. كمول باجي اعطونا المنيو شفتوه وكل حد ابوي قرأ يوم طلبوهم. هذا طلب واحد شاورما وهذا طلب مكرونه باللحمه المفرومه واكسترا لحمه مفرومه لا وليل مكرونه وشويه مكرونه وانا اربع اضعاف اللحمه مفرومه كتب هذا. قالوا انت قلت لي ابغي هلك ابغى طعميه وفلافل وفول وعدس شوربه عدس. انت اللي انت عايزه يعني قلت له هو ده اللي انا ما كنتش عايزه بس ابدا قلت كنسل هاي اللي طلبوه كله. معزومين على عشاء كيف يعني معزومين على عشاء كيف؟ الراجل جاي من السفر يمكن يتاخر زين يمكن ما يجيش. لا لا بيجي هو احنا بقى لا 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 الريال بيجي ده الكشري بهالطريقه. هاي شوربة العدس مالتهم هذا الفول وهذا الطعمية وهذا الكشري وهذا الخبز البلدي على ما تشوفونه طيبونه بهالطريقة. فهذا خفايف يعني الواحد ياكل شيء خفيف يعني عبارة هو ريوق عبارة ريوق الحين لأن لا تصير بعيد ترى متريج أنا الصبح متريج على الساعة كم الساعة 9 سندويشتين كالعادة اللي هو فول وفلافل وبيضة يعني شيء مع بعض وراسين فلفل اخضر مقلاي من داخل من هالاطوار عاد وبس. اقول لكم تعشينا عيننا من الله خير والمطعم هذا على الله يحفظكم العام وعام اول العالم خاري يمكن 50 متر في السيد يا غير السنه لقط مات 5 تنفار داخل في نفس التيم ونفس الوقت انزين شو طلع السر؟ السر الخدمة اختلفت والله. يلوى شيء مخبز عندهم داخل الخبز حار يدخن وأكلهم من أروع السر أكلهم زين يا غير مسخر. فرق بين الأكل الزين والأكل المسخر محرور يسخنون الحين لا كل شيء الأكل اللي يابوه مثلج الشوربة بارد الفول بارد بس الفلافل دافي بعد ما بحار على هالاساس ودرته كل شيء بسيط قوت على يموت شيء بسيط لا يذكر ولا الجماعه ابويا لفوا الدنيا كلوا علي تقول الناس اللي معايا
شربوا الاكل كله صحيح زين يا عم. احنا لا فرقه سخنه ولا بارد يا عم. ليش عادي انتوا الشوربه لازم تكون سخنه وايد وايد يعني الواحد لازم يستخدم مصطلحات خليجيه زين عشان يسمع انتماءه للبلاد. ايه واحنا دافيه يعني العدس اشرب على طول يلا شو انا دخلت على الكشري وحده طعميه وقلنا فلفل وانت قلت لي كفايه رايحين نتعشى على عيني وقفت لك. يلا برايك عادي وصلنا عاد الحين فندق المانيا خلصنا من الاشياء والدنيا الحين عاد بدخل بسيط وصلت لنا دخل هذه الخلاصه اول ما وصلنا. هذا فندق المانيا كلنا نعرفه غير ما يتم الحيل صغيروني كلني اعرفه من سنين. هو فندق الماريوت من فنادق قديمه قصر هو اصلا كان كذا مكان وكذا استراحه وهذا المدخل اللي تونا دخلنا منه ومنك عاد الريسبشن ومن الريسبشن شيء من مركام كبرى هذا عاد يطرق على الحديقه الرئيسيه اللي خبرتكم عنها. الحديقه روحك سوالها بلاد لكن ام حسن وين محسن ها كيف هي شكل مشبوه مال ماريوت مال حمالي على الفرضه احسن علي يقول والله لا قول له ما نعرفه قول له ما نعرفه خله صخ تعال يا تعال شو بلاك قلنا لك مشبوه وجهك وجه واحد مشبوه انت يعني انت ها؟ وجهك مش وجه ماريوت شو وجهه؟ لوكاندات الكولومبي اللي في العتبه ما زدتش عن كده بتاع الكولومبي اه اي والله شكلك مشبوه محسن. لا مش معانا يا استاذ مش معانا الراجل نزل الكافيه هم داخل عاد من داخل مسوي كل هيلسات ما تصير ها هذا ما تشوفون اتانا وين جايين يعني فندق قصر يعني قصر شو راح يكون يعني ها قصر كان قصر تحول من قصر الى فندق والقصر ها هذا اللي جاي الحين يا راجل هذا عاد حديقه الخارجي اللي اقولكم عنها يمي القهاوي وشيا شو الكافيهات كم كبرها بلاد من كبرها بلاد يعني يينت خذنا لنا لفه اللي يلسف الكوفي مالهم هذا مال وين يدخون شيشه شيء 3 الانفار ب 1000 جنيه يعني 300 يعني عباره الشخص الواحد 300 انزين لو انه بنيلس ما شيء مشكله بنوايج بيدخونهم شيشه وبندي هكثر بيزات شو عليه مطروق لا تبوي نصير خاري ولا نصير فندقنا بعيد اخير عن كل مكان شو رايك علي؟ اه تمام 100 اكيد قلتي ابوي بشيركم ويا خطفنا ظهرنا ابوينا الحين بنشرب قصب يلا 3 بارك الله فيك فكرني حق انا قلت لك السنه اللي فاتت فكرني اه قلت لك السنه اللي فاتت الله يسلمك يا عسل انت الله يخليك يلا شكرا الله يخليك. مطلع اول لما عرفتك كانت تصور الابتسامه مالت وشك بص منور يا عم مطلع بص بيعاكس ولسه في شغاله ولسه في الروح عمال ايه يا العروسه جت ولا لسه جايبه من البلد؟ لا ده موجود يا لهوي السلام حق طلعه مشكورين اي والله جاينا هالعام وياته السنه ما شاء الله ولا عود لا هو ولا اللي وياه طالع وين اتحرى وياه اصور عمري اي والله الحين وقفتنا هاي كلها لاجل منو لاجل هذا ها خراب الدار متصور يبي يدوخي عليه يدوخ الباروت ليه ما اعتدى علي انت انا ما ادوخ انا ما بلات مني هاي الاسويات انت ما طوم انا هتدوخ لوحدك ندوخك احنا بندوخ شيشه واحنا ندوخك على الريح يعني مش اللي يعرف صحابه لازم يشوف مزاجهم ايه ويسلم يا سلام انا بدوخ تدوخني لك دوخ اخذنا معي هذا التيم
قطنتين رقم واحد عندها رأي. شو اسمك انت؟ محمد. شكرا يا عم محمد. شكرا. ولا هذا كان ناوي يعطينا التين الصغار. قلت له لا 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 انا بتينك ولا شياته. وهذا محمد نش هو روحه فقير وتنقلنا التين الزين. وهاي ذاك العدوان ها يبون يدخون شيشه، لكن عدواهم عندي انا الحين جايين على اساس يبون شيشه، وبشلهم ابوي الحين من الهني بنسيفيد بودي بسيد الفندق، ما يدروا ابوي شو بسوي، بشلهم ابوي بودي الفندق لاني ما صليت لا المغرب ولا العشاء، فبشلهم ابوي سيد لين الفندق، انهم الصوعين الصوعله في الدنيا كلها فيهم، ما يعرفون ما يدروا ابوي شو ابوي كمان الحين، صح علي؟ اكيد بعد. مع السلامة يا حق، شكرا جزيلا. حليل ام خيار. ها علي. ايوه. ها شو رايك في القهوة اللي وديتك لها؟ 100 100. فنانة؟ ما عجبتني شوية. ليش؟ مسدودة كده وثقيلة خليتنا كحة. ايييي. شو شفت يا ابني؟ كل ما تبغي قهوة بوديك، ابدا انت اشر بس يا علي. والله كل يوم من دي؟ كل يوم من هالنوع القهوة. انت من تقول تبغي قهوة بني بناخذ. من حاجة والله. ها من توصل ناخذ فواكه ونروح. طبعا كل يوم عليك. صرنا عند الرجال اللي عازمنا وتقهوينا وتعشينا وعينا من الله خير انا ومحسن وعلي ودوخنا وداخوا يدوخون الباروت وكلتنا ام علي والله طاسه هالمتن او ان اللي بطع ويا زتلي وخاشوقة ورا الثاني وهيلة بيس وعندك وقلت لها قلت بها يا حبيب النبي انزين الحين مشكله انا ام علي ساكله مسرطين فوق ومن الأغلبة والله تأنيب الضمير ما لحد من جيت مصر ما أكلت شيء حلو اليوم كلت هالمعالي معالي إنزين وأنا استعطي تأطيب تأنيب الضمير ما لحد بعد حين ضاوي أبوي البيت برق حد في مصر يرقد الساعة 12 و 12 ونص ينفع هي والله شو أسوي قلت لا حيلة من الكبر الكبر شيء يلا تصبحون على خير لك تصرح يعني لك تصبح على بطل زيرة كلها ابوي عند سمي رميس شو غادي ابوكم سمي رميس كويل الين اللوبي ماله العهد اللوي شوفوا ها شوفوا شوفوا كويل الين غادي شوف خلق الله ما خلق والله يا الاول ينه قبل العام ما فينا بفاخذ الضوء والسنه ما شاء الله غادي يزحم العرب ليه فيه الوادم تلغش يا غير دود 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 اللهم لك الحمد سبحانك يا رب فندقنا نحن اللوبي يلتج المغيربان والعصر العود والضحى العالي وعقب العشاء يا غير ما بأي حد لا هاي اللي تسمتون سيجار وحاطين ريل على ريل وما أدري شو يعني شارات سجرت الأول يعني شارات سجرت التسعينات والخمسة وثمانين ولا 78 هالنمونه حينه في فندقنا نحن كل ابوي هاي كلاس وتفيزيره ويوم بتسلم على حد يا باب يرفع هدب عينه جداك هي ما بنش شاهد عنك في شو اسمه فندقنا نحن في الفور سيزن ما يتحاكى هي نعم تحت حدود ما تنزل الا السمين وهناك في الفور سميره ميس محباب ما ترفع يديك كل الركض وراك فهمي اظن انتم ما يبالي رمزه انت مش قلت من شويه تصبحون على خير قلت تصبحون على خير الناس دخلت نامت خلاص زين ترجع ترمستاني لي صحيوا من النوم صباح الخير وانت من اهل وصحيت لي انا على بطني تاني يوم والدنيا خربت خلاص ليه صحيهم بقى تاني انا بقول لكم تصبحوا على خير للعب يعني لك تصبح على بطن يسرح ويعطل إلهي والتجاهي حق هاليوم الفضيل يضرب كم سير شهر تعبد الحمام عبادة مرة بيقول لي تصبح على حسابك قلت له إن شاء الله إيه نعم يعني ترقد ما يوعونك إلا لحسابك بقول له إن شاء الله يقول لي إن شاء الله أنت فاهم بقول إيه وين عاد ما هن عليه نصير حجرتي قبل ما أنا شوي في اللوبي
هنا بريس اللوبي خير ودك اللوبي شاهد عرب فيها خير ها طالع ها يا غير جهيمان تحيدون جهيمان يا ويلكم اللي ناس اللي يا ويلكم اللي نساه جهيمان ها يلا تصبحون على خير تكذب كم مرة تصبحون على خير تصبحون على خير يعني خمس زمون صباح الخير هنطلع النهار ويشعشع العصفور ويغني في زمون صباح الخير زين بس آخر كلام الحين يلا آخر كلامك آخر هي نعم آخر كلام آخر كلام واحد أمي بلمي برومس برومس يلا يلا تصبحون على خير